من الاخر كده، فيديو النهارده سهل وبسيط جدا. يعني لو عندك بصل، عندك ملح وفلفل اسود، يلا بينا على المقادير على طول، بدون مقدمات بدون اي حاجه. فيديو حلو، يلا بينا على المقادير. اول حاجه معايا بصلايه مبشوره او متخرطه عادي، تمام. بصلايه حمراء او بيضه براحتكوا عادي على حسب ما توفر. معايا ملح وفلفل اسود، حبه من الفلفل الاسود وكمان حبه من الملح، وافركهم كويس جدا جدا لحد ما انزل عصاره البصل، تمام. معايا هنا صدر فرخه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ابدا ان انا انزع منه او اشيل منه الجلد واسيبه كده، تمام. ابدا بقى اخليه، اقطعه كده من النص وبعدين اخليه واشيل العضمية دي للشوربه او اي حاجه بقى انت حباها، تمام. اقطعها كده شرايح، بعدين اغسلها كويس جدا واصفيها من الميه بتاعتها، وابدا انزل بكميه البانيه معايا او البانيه، واحطه في الخلطه بتاعتي اللي هي البصل والملح والفلفل الاسود. تخيلوا بقى، مفيش اسهل من كده طريقه. اصفيهم كويس قوي 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 من الميه بتاعتهم، وابدا ان انا اقلبهم كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقليب تقليب عشوائي كده. ايوه، هجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، مفيش اسهل من كده. تخيلوا بقى لو انت عندك بنت او بنوته حابه تساعدك، ولو انت اول مره مبتدئه او اول مره تخش المطبخ، فهتعمليه بكل سهوله. وبجد بجد حاجات زمان اللي احنا بنعملها سهله وبسيطه وما فيهاش مكونات كتير، بتبقى طعمها حلو. اول حاجه جبت يعني انت بقى لو حابه ان انت تخزنيه، بوريكوا برضو طريقه التخزين بتاعته. احط حبه من البصل من تحت، وابدا ان انا ارست من كل طبقه والتانيه، احط حبه من البصل اللي هو متبهر معايا او متبل معايا بالملح والفلفل. عايزه بقى تخزنيه في اطباق فويل او اكياس ثلاجه، برضو تحطيه بالطريقه دي او بالشكل ده. بتحطيه في الفريزر العادي لوقت الاستخدام. اول ما بتيجي تطلعي، بتبداي ان انت تشيلي منه شرايح البصل اللي احنا قطعناها او الخرط البصل بتاعته، وتنضفيه وتبداي ان انت تستخدميه عادي كانك لسه عاملاه حالا. بيوفر عليكي وقت ومجهود لو انت شغاله او بتعملي شغل او الكلام ده كله، فده حلو ليك. المهم ان انا هسيبه في التلاجة، رشيت من فوق كده حبه فلفل اسود وحبه ملح، وابدا ان انا اغطيه واسيبه في التلاجة. جبت بقى هنا بضايه عليها حبه من الملح وحبه من الفلفل الاسود، وقلبتهم كويس قوي. وبعدين بعد ما اتبل معايا وجهز معايا، ما عداش عليه على فكره 10 دقايق بيبقى جاهز تمام وزي الفل، ابدا ان انا اشيل منه شرايح البصل او التتبيله بتاعته، وابدا ان انا انزله في البيض بالشكل ده، وبعدين على الفيشتور او البقسماط او على الدقيق على حسب ما انت بتحبي. انا هنا بطلعه من البيض، احطه في الفيشتور على طول واركنه كده في طبق. كل اخلص كل الكميه بكل الطريقه اللي انا عملتها دي بنفس الخطوات، هيطلع معاكي احلى واحسن وانضف كمان من اللي احنا بنعمله دلوقتي ببهارات كتير وتوابل كتير. تحس ان انت مش بتاكلي طعم الحاجه كده، بتاكلي بهارات وتوابل بس. فده سهل وبسيط وحلو جدا. اجي اختبر الزيت ازاي؟ اروح حاطه حته من الفيشتار او حته من الدقيق، بلاش نحط ميه لا قدر الله عشان ما يحصلش حروق. واول ما يبدا الحته اللي انا حطيتها فيها بدات ان هي تطلع، ابدا ان انا انزل فيها على طول البانيه معايا، واول ما ياخد لون من تحت ابدا اقلبه على الناحيه التانية علشان يطلع الاتنين نفس اللون، وكمان يطلع مستوي وتمام وزي الفل. مش قادره اقول لكم بقى ان انا بحب بصراحه البانيه اللي احنا بنخليه في البيت احسن ما بنشتريه. اللي بنشتريه بيبقى رقيق قوي قوي قوي، انما اللي انت عاملاه في البيت بيكون سمكه تخين شويه وبيبقى طعمه حلو. تحس ان انت بتاكلي بانيه فعلا فراخ، بتاكلي قطعه كده كامله، مش بتاكلي حاجه بتشد وخلاص، لا. فده طعمه حلو جدا جدا. ممكن تقدمي جنبه بطاطس شيبسي او بطاطس صوابع، ممكن تقدمي جنبه سلطات وتغمس بالعيش. انا النهارده قدمته جنب مكرونه بصلصه، عادي جدا، طريقه سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. كمان الوصفه دي طبق النهارده ده من عشاق الاطفال والكبار كمان. ولو انت جربتيه بالطريقه دي قوليلي في التعليقات او الكومنتات، ولو لسه مجربتوش يعني انتوا تجربوه، هيعجبكم جدا جدا. وده كان الفيديو معايا النهارده. قبل ما اختم معاكم، لايك وشير ودعوة بالخير، وما تنسوش تعملوا لايكات كتير ومشاركات عشان غيركم يستفاد. شوفوا، اشوفكم بخير، وباي باي.